الشعر اتجاه كبير جدا للهجة البيضاء أولا، لذلك قليل جدا تعرف أن هذا البيت شاعر سعودي أو إماراتي أو كويتي أو قطري. يعني صارت المفردات قريبة بعض، ذابت الخصوصية المحلية، وهذا عامل إيجابي. يعني مع احترامي للجميع أو البعض اللي يقول لك والله نحن نحتاج نحافظ على نمطنا المحلي، لا مهم، نحن ما يقولون الإخوان السعوديين عيال قرية، فأنت تحتاج أيضا البيت اللي يقال الشاعر. نعم صح أنه وليد بيئته، لكن مهم أن يصل صوت الشعر إلى أكبر مساحة جغرافية ممكنة. فالشعر إذا أمنا فعلا رسالة لازم ما يحصل ببيئة محلية ذات نطاق ضيق. أيضا الناس ما عاد عندها سعة بال أنا تسمع مطولات، أريد لهجة بيضة بسيطة وأيضا اختصار قدر الإمكان للأبيات. نحن ما نقول والله الشعر رح ينتهي ويبقى بيت واحد فقط، لا، لكن نحن نحتاج 7 أبيات 5 أبيات تغنيني عن بيت من 40 بيت.